بكم إلى موجز أخبار الآن. منح البرلمان العراقي اليوم رئيس الوزراء حيدر العبادي تفويضا في إرسال قوات إلى منطقة كركوك النفطية التي يهيمن عليها الأكراد والسيطرة على حقول النفط هناك. وذكر قرار صدر من مجلس النواب العراقي أن على الحكومة إعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها لإشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية. ودعا البرلمان إلى إصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك. طالب العبادي السلطات الكردية بإلغاء نتيجة الاستفتاء قبل الدخول في أي حوار للتوصل إلى حل لأزمة آخذة في التفاقم. وشدد العبادي في كلمة أمام البرلمان إنذاره لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بتسليم السيطرة على مطارين دوليين إلى بغداد بحلول الجمعة المقبل، وإلا سيفرض العراق حظرا على الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى المنطقة الكردية. فيما حذرت فرنسا إقليم كردستان العراق من أن إعلان الاستقلال سيزعزع على الأرجح المنطقة، لكنها دعت الحكومة المركزية العراقية إلى منح الأكراد قدرا أكبر من الحكم الذاتي. وحذر وزير الخارجية الفرنسي من الاستقلال لما سيؤدي إلى أزمات جديدة في الشرق الأوسط. قتل 6 مدنيين وأصيب نحو 40 آخرون بينهم نساء وأطفال وأفراد من الدفاع المدني إثر قصف مدفعي لقوات النظام وآخر جوي على مدينة دوما اليوم. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في ريف دمشق إن الطائرات الحربية استهدفت الأحياء السكنية في المدينة بثلاث غارات، بكل غارة أكثر من صاروخين. قضت محكمة كرواتية بالسجن 15 عاما بحق قائد عسكري صربي سابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين وجنود خلال الحرب التي شهدتها البلاد مطلع عام 1990. وأعطت محكمة مدينة سبليت قرارها بشأن سجن القائد العسكري دراغان فاسيليكوفيتش بعد أن بدأت النظر في قضيته في سبتمبر العام الماضي. أفاد تقرير لمنظمة كلايمت سنترال العلمية الأربعاء أن موجات الحر التي ضربت جنوب أوروبا خلال الصيف عائدة إلى التغير المناخي. وذكر الباحثون أن الاختلال المناخي الناجم عن النشاط البشري جعل تسجيل صيف بهذا الحر مرجحا أكثر بعشر مرات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.